نحن الآن تحت تأثير، يعني لست أنت فقط عزيزي برج العذراء، بل كلنا، يعني كل الأبراج تحت تأثير الآن كوكب المريخ. وهذا وسيحدث انفجار، انفجار لطاقة كونية عظيمة، وانفجار قوة سماوية. وهناك هذه الطاقة، يعني نحن تحت تأثير المريخ، وسنحس بطاقة قوية قوية كلنا، وبالتالي هناك من يستغل هذه القوة السماوية لعمل الخير، وهناك من يستغلها لعمل عكس الخير. تعرفون أني لا أحب الكلمات السلبية والألفاظ السلبية. لذلك عزيزي برج العذراء، هذا العام إذا اقترب منك شخص يستغل هذه الطاقة ويحس بأنه قوي ولديه قدرة الإساءة للآخرين، إذا اقترب منك شخص طاقة سلبية ويريد أن يؤذي حاسة سمعك بكلمات سلبية، بموجات صوتية سلبية، جوابك عزيزي سيكون الصمت الحكيم. كما يقول من يقول ذلك؟ مهم، أتذكر الجملة لكن لا أتذكر لمن هي هذه الجملة، لا أدري إن كانت لسقراط. المهم تقول: خير لك أن تكون ملك صمتك عوض أن تكون عبد كلامك. إذا جوابك سيكون الصمت الحكيم. نعم، الجملة هي لسقراط. ولا تترك هذه الطاقات السلبية تؤثر عليك وتؤثر على كيانك وعلى روحك النقية والجميلة عزيزي برج العذراء. عندما تسمع ألفاظ سلبية عزيزي، دير بحال إلا كتصنت لشي أغنية، شي موسيقى قبيحة، يعني كما لو كنت تستمع لموسيقى يعني قبيحة، لا تفهم، لا يعني أغنية مزعجة لا معنى لها أو مزعجة، طفي الراديو، اضغط على زر ستوب. أو هذا الشخص إذا يعني اقترب منك، افعل كما لو أنه يتكلم بلغة أخرى لا تفهمها، بالألمانية ولا بالروسية. لا تترك هذه الطاقة السلبية تدخل إلى حياتك أرجوك عزيزي برج العذراء. أولا لا بد أن أقول لكم أن الكارتات عجيبة وجميلة، دابا نشرح لكم. وهذا العام تبدأ هذا العام بطاقة وئام وسلام عجيب عجيب، بجمال طاقي، جمال روحي. تبدأ هذا العام، أنت هذا العام يعني طاقتك ستكون السلام والوئام والهناء الداخلي، وحدسك سيكون قوي، يعني تشعر بالأشياء الجميلة التي ستعيشها وستحدث لك هذا العام عزيزي، لأني أرى أن روحانيتك تعلو تعلو هذا العام. وأنت تقوم بدراسة، نعم دراسة داخل، مش دراسة، يعني تعود لنفسك، عودة إلى عمقك. شوفوا يعني الصفاء والنقاء ستكون طاقتك هذا العام عزيزي برج العذراء. لا تخليوني نكمل، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. تبدأ هذا العام بطاقة عجيبة قلنا، وهناك تغيير مهم خاصة في الجانب العاطفي، العاطفي والروحاني كذلك. هناك أراك تتشبث بالأمل، تتشبث بأحلامك، لا تستسلم، لا تيأس، لكن يعني قد تكون أنت تمارس قانون الجذب، لكن ليس بطريقة يعني مرضية، بطريقة تسيء إلى نفسك، يعني بهوس، افيك اوبسيسيون، لا، بشغف. نعم بشغف، الشغف يعني هي قوة روحية عجيبة تجعلنا نصل إلى كل أهدافنا بشغف، نعم، لكن ليس بهوس، لأن الهوس هو مرض. يعني بهدوء، ندعو الله كثيرا، تطلب الله كثيرا، لكن في هدوء، ريلاكس، زين.
وبإحساس عميق، بإحساس عميق وبهدوء وبروحي روحي نعم بروحية وبطريقة روحية وروحانية، لأنك تسمع للأصوات الملائكية التي تقول لك اهدأ يا فلان، اهدئي يا عزيزتي، اهدئي يا فلانة. وفكر قبل الكلام والفعل، ولا تتخذ قرارات وأنت غاضب أو أنت حزين. واخا بالنسبة لي بلاتي، خلوني نركز شوية أكثر على الكرت وسأواصل القراءة. واخا بالنسبة للجانب المادي، هناك تحسن مهم في الحالة المادية بفضل الرزاق والوهاب. وبما أن الله سيكون كريم معك هذا العام عزيز برج العذراء، فأنت كذلك ستكون كريم ومعطاء. ما شاء الله عليكم، تجلب الخير ترسل الخير، تجلب الرزق ترسل الرزق، كامتنان وشكر للوهاب للرزاق الحميد، والحمد لله. كذلك البعض الآخر منكم أراك تعمل كثيرا، يعني أرى عمل ومثابرة، ووراء هذا العمل والمثابرة نتائج مادية مالية مهمة كذلك، يعني نجاح، والحمد لله ونشكر الخالق. هذا فيما يخص الحالة المادية. فيما يخص بلاتي خلينا نشوف شوية الحالة العاطفية، البعض منكم هناك شخص يطلب منك هذا العام فرصة جديدة. نعم، هناك شخص يعود ويريد أن يعود لحياتك ويطلب منك فرصة، لكن عزيزي القرار قراركم. إذا كنت أنت كما كنت قلت في البداية، أنت حدسك سيكون قوي وتعرف ماذا تفعل وتعرف الأشياء إذا كانت إيجابية أو سلبية في حياتك، لذلك أنت من سيتخذ القرار. أنا دائما أقول دائما أن تكون متسامح دائما، وأن تعطف على الآخرين مهما كانوا وتسامح، لكن القرار قراركم أنتم. إذا كنت تشعر أن هذا الحبيب سيسعدك يعني سامحه، تفضل اتركه يدخل إلى حياتك. وإذا كان هذا الحبيب يستحقك ويستحق قلبك النبيل وحبك الصادق، مهم ثق في حدسك، أنتم اللي كتعرفوا ماذا تفعلون. كل واحد كيتحكم في حياته. هذا الحبيب اعلموا أن من يحبك لا يؤذيك أبدا، من يحبك يسعدك ولا يسيء إليك أبدا. هذا كل ما يمكنني أن أقول لكم، لكن أحيانا الشمس تغيب وتتركنا يعني في الظلام، لكن تعود، والقرار أعيد أنه قراركم. بالنسبة للبعض الآخر، أرى أن هناك شخص مميز، شخص سبيسيال دائما في عقلك وبالك وقلبك وروحك ليل نهار. وأنت عزيزي برج العذراء، فيما يخص هذا الحبيب، أنت تشعر أنه ليس فقط حب حياتك، أنه حب عجيب، حب عجيب، لأنك ترتاح يعني في هذا الشخص، تجد هذا التوازن اللي كتقلب عليه، يعني الذي تبحث عنه دائما. هذا التوازن الذي كما قلت طاقتك هذا العام ستكون السلام والوئام والراحة والتوازن عفوا. ومع هذا الشخص أنت تجد ذلك، يعني كتكون مرتاح معاه، كترتاح جيم فاسو، يعني عجيبة ماجيك، واخا كترتاح معاه، يعني طاقته وطاقتك متشابهة بزاف ومرتاحين بجوج بكم، وهو كذلك يرتاح لك. واخا هذا حب يعني جميل، حب سماوي كوسميك، واخا حب عظيم. وهناك كذلك شغف، هناك شغف، نعم شغف، وجاذبية قوية بزاف، جاذبية قوية ورابط قوي قوي جدا، لذلك أنت
تشعر بهذه الراحة التي لا حتى أنت لا تفهم كيف أنك يعني تشعر بهذه الراحة مع هذا الشخص. يعني لمسة يده كما لو كانت لمسة ملائكية، يعني تشعر بطاقة سحرية وقوية تستحوذ على كل كيانك، وكذلك نظراته شعلة سماوية ونشوة روحية. وأنت عزيزي أو عزيزتي بالنسبة لهذا الشخص أنت تحفة، أنت تحفة سماوية عجيبة. هو كذلك يشعر بهذا الوئام والسلام الداخلي الذي تشعر به أنت كذلك. واخا عندكم واحد الرابط اون كونيكسيون تري تري سبيسيال اي سبيريتويل، واخا هناك حب جميل بزاف، هناك يعني مشاعر عميقة عميقة بزاف قوية، وكذلك جاذبية قوية بزاف، وإضافة إلى هذه الراحة. وخا رقم 6 العاشقين، العاشق وخا هذه كارت، استغفر الله يا ربي. الحبيب هذا الحبيب يكون سعيد، أسعد خلق الناس، يعني أسعد إنسان فوق سطح الأرض بجانبك. وخا لماذا؟ لأنه يشعر بهذه الراحة وبهذه الطاقة، وكذلك هو كذلك يشعر أن بينكم واحد الرابط عجيب عجيب. وخا وأنت عزيزي علاج لهذا الحبيب، لا أدري ماذا يحدث له لكنك أنت علاج لروحه. لذلك عزيزي أو عزيزتي اعتني بأفكارك، لأن الأفكار ديالك تقودك، يعني كتديك فيما بغيتي. يعني إذا بغيتي اون في بال بلان دو يعني مليئة بالفرح، بالفرح والسعادة، فغيري أفكارك لكي تقودك إلى ما تريدين. إذا كنت تريدين بستان جميل مليء بالورود، فارسمي هذا البستان الجميل في عقلك، وحياتك ستكون كذلك هذا البستان. واخا انه يعني هنا ارى طاقة جميلة بزاف لا من جانبك، وبما ان روحانيتك ستكون عالية فالله سيستجيب لدعائك، وامنيتك ستتحقق، ستتحقق لان روحانيتك عالية وقريبة من الخالق، وهذا الحب يجعلك انسان افضل، انسان افضل، لانه حب، الحب الحقيقي هكا هكا يعني جميل، رغم يعني حتى وإن كان صعوبات ويعني وعلاقة معقدة وليست سهلة وصعبة، لكن تجعلك إنسان أفضل، يعني هذا حب حقيقي. طاقتك هذا العام عزيزي كما قلت هي الهدوء والوئام والصبر والسلام، والأحلام ستتحقق، أحلامك ستتحقق، أحلامك تتحقق هذا العام، كانت عاطفية أو مادية أو عملية أو مهما كانت، أحلامك الجميلة تتحقق بأفكارك الإيجابية، وطبعا أن تتوكل على الله. واخا كانت قراءة جميلة بزاف. والآن غادي نشوفوا ما هي الجملة التي سنعتبرها رسالة سماوية لعزيزي برج العذراء. كانت قراءة رائعة، أجمل من أجمل القراءات هذا العام. صافي هنايا واخا هادي il faut tout les purifier، يجب أن نطهرهم جميعا كلهم. واخا تتكلم عن التطهير، ونحن رأينا أنك هذا العام ستكون يعني روحانيتك ستكون عالية، يعني ستطهرها من كل السلبيات وتلجأ للخالق. بالنسبة للرقم، للعدد، رقم الصفحة هو 130، كتشوفوا ولا لا؟ 130، إما واحد من شهر 3 أو 13 أو لا أدري، اعتبروه رقم حظكم أو تاريخ أو مهم رقم، اعتبروها رسالة سماوية. كنتمنى لكم الخير، الله يخليكم والله يحفظكم بيا يا أرواحي الجميلة. أتمنى لكم كل الخير، كنبغيكم وكنحبكم بزاف قبلة.